السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم في الدرس ديال اليوم غنطرقوا على طريقه كيفاش حل المعادلات من هذا الشكل ا اكس زائد ب ايكغيك كتساوي سي، حيث اكس و ايكغيك عددان صحيحان نسبيان. هذا النوع ديال المعادلات ما يسمى بالفرنسيه لي زيكواسيون ديفرونسيال، عندكم هذا الشكل في البروغرام بالنسبه للتلاميذ ديال الثانيه بكالوريا شعب ديال العلوم الرياضيه. مي قبل ما نتعرفوا على الطرق ديال الحل على هذا النوع ديال المعادلات، ضروري خصنا نراجعوا واحد المجموعه ديال مبرهنات اللي خص ديجا تكون عندكم. الاولانيه ما تسمى بالمبرهنه ديال بيزو، كتقول هذه المبرهنه هذه انه اذا وجد واحد العددين صحيحين نسبيين ا و بي ودلتا هو القاسم المشترك الاكبر ديالهم، فان هذا العدد اللي هو القاسم المشترك الاكبر للعددين ا و بي كيتكتب على شكل تاليفه خطيه لهذين العددين، اي انه يوجد عددين يو في من زد كاري، حيث ا يو زائد بي في يساوي دلتا القاسم المشترك الاكبر لهذين العددين. كنتيجه لهذه المبرهنه كناخذ الحاله من يكون دلتا هو العدد واحد، اي ان القاسم المشترك للعددين ا و بي هو العدد واحد او انهما اوليان فيما بينهما. فهاد الحاله هذه بنفس الشيء واحد كيتكتب على شكل تاليفه خطيه للعددين ا و بي، كنلقاو بان ا يو زائد بي في حيث يو في عددين صحيحين نسبيين كيساوي لي واحد. مي اللي مهم في هاد الخاصيه هذه هو انه عندي علاقه تكافؤ ماشي غير علاقه استلزام، هي انه الا قدرت نكتب واحد على شكل تاليفه للعددين ا و بي بهالطريقه هذه فانني نقدر نجزم بالقول بان ا وبي عددان اوليان فيما بينهما. ناخذ كمثال تطبيقي بسيط لهذه المبرهنه، ناخذ مثلا لكل ان من ان العدد ا كيساوي 3 ان زائد 1 والعدد بي كيساوي 2 ان زائد 1، وباغي نتحقق بلي ان هاد العددين غادي يكونان اوليان فيما بينهما، اي كنقلب على واش القاسم المشترك الاكبر لهذين العددين غادي يكون بالضروره واحد. دونك شنو غادي نحاول ندير؟ نحاول نقلب على شي تاليفه خطيه كتجمع بين العددين ا و بي وتساوي لي واحد باش نقدر نطبق نتيجه ديال المبرهنه ديال بيزو. كنلاحظ بان العدد ا الى ضربته مثلا في العدد 2 غادي يساوي لي 6 ان زائد 2، وانه الى خديت مثلا العدد بي وضربته في العدد 3 غادي يعطيني 6 ان زائد 3. من هنا كيبان ليا بان نقدر ناخذ 3 بي ونقص منها 2 ا بهالطريقه هذه، 3 بي ونقص منها 2 ا، وهنايا غادي نلقى بان عندي 3 ناقص 2 اللي هي بالضبط 1. اذا هذه الكتابه هذه من قدرت نكتب واحد على هذا الشكل هذا، نقدر على حسب ما كيقول لنا في المبرهنه ديال بيزو بان العددين ا و بي غادي يكونان اوليان فيما بينهما، اي ان القاسم المشترك لهذين العددين هو واحد. دونك هذا كان تذكير بسيط للمبرهنه ديال بيزو. ايضا خصني نعرف المبرهنه ديال غوس شنو كتقول لنا حتى هي، حيت غادي نخدموا بها من بعد. اش كتقول المبرهنه ديال غوس باختصار؟ هو ان اذا كان عندي ثلاثه ديال الاعداد صحيحه نسبيه ا و بي و سي مثلا، واخا ولا كان العدد ا كيقسم الجداء ديال العددين بي سي، ولا عرفت بلي ان ا و بي اوليان فيما بينهما، ها الى عرفت بلي ان ا و بي اوليان فيما بينهما فان ا كيقسم العدد سي بالضروره، صافي عندي هنايا علاقه استلزام. دونك ا كيقسم سي، اعيد، الى كان ا كيقسم الجداء ديال العددين بي و سي ولا كان ا و بي اوليان فيما بينهما فان ا كيقسم العدد سي. ناخذ هذا التمرين كتطبيق هذا الشيء اللي شفنا يلاه دابا. غنحاولوا نحلوا المعادله 3 اكس زائد 7 ايكغيك كتساوي 4 في زد اس 2، واخا. دونك قبل كل شيء نحاول نقلبوا على الحلول ديال واحد المعادله مرتبطه بهذه المعادله هذه. هذه المعادله غادي نكتبوها على هذا الشكل هذا، نحتفظوا بهالطرف كما هو 3 اكس زائد 7 ايكغيك، ولكن في الجهه الاخرى غادي نكتبوا 1، واخا. دونك اول حاجه لا نقتنع بها هو ان الحلول ديال هذه المعادله هذه ماشي مجموعه فارغه. علاش؟ المبرهنه ديال بيزو كتقول لنا بلي ان الا قدرت نكتب واحد على شكل واحد تاليفه خطيه على هذا الشكل، ان هاد العددين راهما اوليين او العكس. كنلاحظ ان بلي ان 3 و 7 عددان اوليان، اذا الوجود ديال هذه الكتابه كيكون شرعي. اذا يوجد واحد معاملات اكس و ايكغيك من زد اللي كيحقوا لي 3 فوا اكس زائد 7 فوا ايكغيك غادي تساوي لي 1. دونك اول حاجه انني مقتنع بان مجموعه الحلول راها غير فارغه باش نمشي نقلب عليهم،
صافي. الخطوه الثانيه كنحاول نحدد شي حل خاص لهذه المعادله. اش كنقصد بحل خاص؟ يعني نلقى واحد القيم معينه لاكس واي من زد اللي نعوضهم هنايا ويبقى لي هذه المتساويه صحيحه. دونك بلا ما نطيل عليكم ولا نفكروا بزاف، تقدروا تلقاو اي حل نتوما وتخدموا به. هنا مثلا الا ضربت 3 في ناقص 2 تعطيني ناقص 6، وزدت عليها 7، يعني 7 في 1، 7 ناقص 6 راه هي 1. اذا كناخذ ناقص 2 1 هو الزوج ديال الحل الخاص بهذه المعادله. اذا الزوج ناقص 2 1 حل خاص لهذه المعادله. بيان سور المعادله اللي كنهضر عليها راه هي هذه، هذه نجيب لها من بعد. هذا الحل الخاص شنو كيعطيني؟ كيعطيني طرف اضافي كنزيدو لهذه المعادله باش كنحدد واحد النظمه. هاد الطرف زائد هاد الطرف كيعطيوني النظمه التاليه: 3 اكس زائد 7 ايكغيك تساوي 1، والطرف الثاني هو هذا 3 ناقص 2 واخا زائد 7 في 1 تساوي 1 واخا. دونك الى درت الفرق ديال طرف بطرف، واحد مع واحد تعطيك زيرو. دونك يبقى لي هادشي ناقص هادشي كيساوي الصفر. دونك 3 عامل اكس ناقص ناقص 2 هي اكس زائد 2 واخا، وعندي هنايا 7 عامل ايكغ ناقص 1 دونك زائد 7 عامل ايكغ ناقص 1 شي كامل كيساوي صفر واخا. دونك ندي هاد الطرف للجهة الأخرى، غادي يعطيني 3 إكس زائد 2 كتساوي 7 عامل 1 ناقص إيكغيك واخا. هاد المتساوية هادي أش كتعطيني؟ غنلقى بلي أن نقدر نقول بلي أن 3 كتقسم ليا هاد الجداء كامل، يعني 3 كتقسم 7 عامل 1 ناقص إيكغيك، وفي نفس الوقت نقدر نقول بلي أن العدد 7 كيقسم ليا هاد الجداء، يعني كيقسم ليا 3 عامل اكس زائد 2. دونك نقدر نقول بلي ان 3 كيقسم 7 عامل 1 ناقص ايكغيك واخا، ونقدر نقول في نفس الوقت بلي ان 7 كيقسم ليا 3 عامل اكس زائد 2. وهنايا كيجي الوقت ديال تطبيق مبرهنه ديال غوس. صافي، كنلاحظ بلي ان 3 و 7 عددا اوليا فيما بينهما. اذا الا كان 3 كيقسم 7 عامل 1 ناقص ايكغيك، و 3 و 7 عددا اوليا فيما بينهما، فان 3 كيقسم 1 ناقص ايكغيك بالضروره. صافي، دونك عندي عاوتاني 7 كيقسم 3 عامل اكس زائد 2. اذا حسب مبرهنه ديال غوس، بما ان 7 و 3 عددا اوليا فيما بينهما، فان 7 كيقسم اكس زائد 2 واخا. دونك نحتفظوا بهذه النتيجه هذه. عندي 7 كيقسم ماذا؟ 7 كيقسم اكس زائد 2 واخا على حسب المبرهنه ديال غوس، وعندي 3 كيقسم 1 ناقص ايكغيك. هذه كتعطيني بلي ان اكس يوجد عدد صحيح نسبي، بحيث اكس زائد 2 يتكتب على شكل 7 ك واخا. وهذه كتعطيني الثانيه، كتعطيني بانه يوجد واحد العدد صحيح نسبي كينتمي الى زد، بحيث واحد ناقص ايكغيك يتكتب على شكل 3 ك. وهذه بالضبط هي اللي تعطيني كتابه ديال اكس. اذا اكس نقدر نكتبه على شكل 7 ك ناقص 2، وهذا اش كتعطيني؟ كتعطيني بان ايكغيك نقدر نكتبه على شكل 1 ناقص 3 ك. اذا هذو هما الكتابات ديال الزوج اكس ايكغيك واخا. اذا غيوليو عندي الحلول ديال المعادله، المعادله اللي كنذكر باللي اللي كنحلوها دابا هي 3 اكس زائد 7 ايكغيك كتساوي 1، ولقينا بان الحلول ديال هذه المعادله هما الازواج اللي هي تكتبوا على شكل 7 ك ناقص 2 واخا، هنايا 1 ناقص 3 ك بطبيعه الحال ك ينتمي الى زد واخا. حتى دابا مزيان، ما يحشنا حنا شنو كنا باغي نحلو؟ نحلو ماشي هاد المعادلة هادي، ولكن المعادلة 3 إكس زائد
7 إيكغيك كتساوي 4. واخا دونك هنا شنو كنمشي كندير مي كنقول بان هاد الزوج يعني ديال الاعداد اللي دايرين على هاد الشكل هما حلول ديال هاد المعادله هادشي اش كيعطيني بالضبط كيعطيني بلي ان هاد الازواج هاد الزوج هذا ولا الازواج على هاد الشكل هذا يحققوا لي المعادله نقدر نكتب بهذه الطريقه هذه 3 عامل 7 اكس ناقص 2 زائد 7 عامل 1 ناقص 1 ناقص 3 ك هادشي كله يساوي لي 1 دونك باش يولي عندي انا في هاد الطرف هذا 4 يكفي نضرب كلشي في 4 اذا شنو كتولي عندي هنايا كتولي عندي 3 عامل 4 ضروبة 7 ك ناقص 2 زائد 7 عامل 4 مضروبة في 1 ناقص 3 ك هادشي كله غادي يساوي لي 4 وهادو هما اللي يحددوا لي الزوج ديال الحلول ديال المعادله اللي في الاول كنا باغينا صافي دونك يمكن ليا نزيد نديفلوبي غادي تعطيني هنايا 3 صافي وهنايا اش غتولي عندي غتولي عندي 28 ك ناقص 8 واخا وهنايا زائد 7 هنا غتولي عندي 4 ناقص 12 ك واخا جوج اخرى غتولي 4 وها هو الحلول ديال المعادله اللي كنت نقلب عليها من الاولى كنحتفظوا بهاد النتيجه هذه اذا حلول ديال المعادله جي هنا نكتب اذا حلول المعادله اللي بدينا بها كاع هي 3 اكس زائد 7 ايغريك تساوي 4 في زد اس 2 هي وجي نكتب هنايا اس تساوي زوج ها ديال اكس ايغريك اللي كيتكتبوا على شكل 28 ك ناقص 8 ها وهنايا 4 ناقص 12 ك حيث ك ينتمي الى زد باش تاكدوا نتوما حاولوا تعوضوا ك بشي قيمه معينه وتعوض حق الاسباب اللي كتحقق لكم المعادله مثلا الا خدينا ك كيساوي صفر يعطينا واحد الحل خاص اللي كيحقق فعلا المعادله ديالي كان هذا مثال بسيط الحل ديال المعادله من شكل ا اكس زائد بي ايغريك زائد سي في زائد اس 2 كاين مازال معادلات اخرى اللي كيستوجبوا استحضار واحد مجموعه من المعلومات او المبرهنات اخرين اللي ما طرقناش لهم في هذا الفيديو ولكن نطرقوا لهم في فيديوهات جايه ان شاء الله دمتم في رعايه الله كان معكم طارق بوزيد السلام عليكم